من خلال كاميرا الهاتف يمكن أن تصور حياتك كاملة وفق ما تشتهيها وتريدها أن تكون، منتقيا ما تشاء من اللحظات الجميلة، وربما تكون أقرب إلى المثالية، مفعمة بالسعادة والحب والجمال الذي يتناسب مع رغبات الشباب والشابات في محاولة لتلقف الإعجاب والشعور بأنهم مرغوبون. صنفت أبحاث بريطانية موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام على أنه أسوأ شبكة تواصل اجتماعي من ناحية أثاره السلبية على الصحة النفسية، والتي تتجلى بمستويات عالية من الاكتئاب والقلق الذين يترأسان قائمة الأمراض النفسية المنتشرة. في إنستغرام ينسلخ معظم الأشخاص على الواقع من خلال ترسيخ أنماط حياة مفتعلة بعيدة عن الحقيقة عبر صور ومشاركات رومانسية وأنيقة لا تشبهها شائبة، وكأن حياة هؤلاء تنتمي إلى كوكب آخر خارج كوكب الأرض أو خارج سوريا على أقل تقدير. يحاولون تعويض إحباطهم ووحدتهم وكثيرا من عقد النقص بالقلوب الافتراضية والمجازية التي يحصدونها، ولكنهم في الوقت نفسه يتركون كل الآثار السلبية في نفسية إنسان آخر على الطرف النقيض من حياتهم الافتراضية. من خلال إمكانية تحرير الصور والتلاعب بألوانها وأضوائها نبدو جميعا في غاية الجمال، باحثين عن درجة القبول والإعجاب لدى الآخرين. ولكن عندما نعتمد مشاركة جميع تفاصيلنا وصرف ساعات على تعديلها بتنقية الوجه ونحت الخصر وتكثيف الشعر، ربما يجب أن نتوقف للاطمئنان على صحتنا النفسية.